اهلا بيكم حبايبي، سنه تانية ابتدائي. انا مستر نسيم، رجعت لكم النهارده مع لسن 3 في يونت 6، الدرس الثالث من الوحده السادسه، وده بعنوان break time، يعني وقت التدريب. اوكي، وقت التدريب break time. break time، يا ريت قبل ما نبدا اللي ما كانش اشترك في القناة يدوس على زر الاشتراك هنا في يمين الشاشة من تحت، ويدوس على زر الجرس علشان يجيله إشعارات بالفيديوهات الجديدة أول بأول. جاي تعالوا بقى نبدأ مع بعض الدرس بتاعنا. الدرس بيتكلم عن حاجة اسمها verb to be في ال present. verb to be، verb معناها فعل، و to be معناها يكون. يعني هناخد الفعل يكون في ال present اللي هو في المضارع. اوكي، طبعا احنا مش مهم عندنا نفهم كلمة present و past والحاجات دي دلوقتي، بس هنعرف كلمة verb to be اللي هو الفعل يكون. الفعل يكون في المضارع ليه ثلاث أشكال، يا إما am، يا إما is، يا إما are. وأنا كتبتهم التلاتة فوق بعض ليه؟ علشان التلاتة بيتقسموا مع الضمائر بتاعتي. لو أنا قلت أنا، أنا اللي هي I، يجي معاها كلمة am، يبقى I am. تمام؟ لو قلت هو أو هي أو هو وهي لغير العاقل، دي لغير العاقل، يعني مثلا لو قطة أو كلب أو قلم أو حاجة يطلع عليها it، يبقى he she it. الثلاثة دول ياخدوا is، يبقى am is are دول شكل verb to be في المضارع. am is are دول شكل verb to be في المضارع. I بتاخد am، يبقى أنا أكون. he she it تاخد is، يبقى هو بيكون، هي بتكون، هو او هي الغير العاقل بيكون. you we they الثلاثة دول ياخدوا are. okay، you معناها انت او انتم، we معناها احنا كلنا نحن، و they معناها هم. دول بياخدوا are في المضارع مع verb to be، يبقى you are، we are، they are. وقال لي كمان ان ممكن الثلاث كلمات دول يختصروا، نختصرهم بالثلاث حاجات دول. am نشيل ال a ونحط apostrophe تبقى apostrophe am، am تبقى apostrophe am، is تبقى apostrophe s، are تبقى apostrophe re، يعني بتشيل اول حرف ونحط apostrophe. اوكي، شوفوا كده المثال اللي تحت بيقول ايه. I اهيت، apostrophe am ما هي؟ I'm أنا أكون hot، يعني أنا حران، أنا أكون حران. okay. طيب المجموعة الثانية خدنا منها she، ما هي؟ she تاخد is أو apostrophe s، يبقى she is sad، يعني هي بتكون حزينة. بس في العربي ما بنحبش نكتب كلمة أكون أو تكون لأنها بتتفهم لوحدها، يعني هي حزينة معناها هي بتكون حزينة، أنا حران يعني أنا أكون حران. أوكي، بس أنا بكتبها هنا عشان تبقوا فاهمين بس. they're hungry، they بعدين apostrophe re، but they're hungry يعني هم جوعانين، هم جوعانين. أوكي، they're hungry، يبقى إحنا كده خدنا verb to be في الثلاث أشكال بتوعه في المضارع، am is are أو صار apostrophe am apostrophe s أو apostrophe re. Okay. طيب أنا دلوقتي لو أنا عايز أسأل أقول هل هي حزينة أعمل إيه؟ إحنا كنا بنقول she is sad، she is sad، بعمل إيه؟ آخد الـ is أحطها في الأول، يبقى is she sad، is she sad كانت في الأول إيه؟ she is sad. عملت إيه عشان تبقى سؤال؟ بدلت is بـ she، يبقى is she sad هل هي حزينة؟ okay. يبقى دي معناها ايه؟ هل هي حزينة؟ اوكي، ده بقى سؤال. عملت ايه؟ غيرت ايه؟ دول مع بعض، is و she، بدل ما كانت she is بقت is she. الإجابة تقال yes أو no، وبعدين أجيب الجملة بتاعتي اللي أنا قلت عليها قبل كده، she is بدل is she نقلبها تاني، يبقى yes she is أو no she is. بس هنا عشان في no لازم نكمل بكلمة not، يبقى no she is not.
No, she is not. ممكن كلمة not مع is تختصر تبقى isn't. نشيل ال O ونحط apostrophe بعد ال N. يبقى isn't اختصار ل is not. يبقى الإجابة بتاعت السؤال is she fat؟ نقول she is بس نحط قبلها yes أو no. يبقى yes she is أو no she is not أو no she isn't اللي يختصر ليها. تمام؟ جميل. أنا عارف إن أنتوا فهمتوا لأنه سهل خالص. تعالوا بقى ناخد كمان حاجة هنا أنا بقول عليها هل هي حزينة؟ طب أنا لو بسأل عليك أنت بقولك هل أنت جوعان؟ can't you are hungry؟ الجملة كانت إيه؟ في الأصل you are hungry يعني إيه؟ يعني أنت جوعان. طب أنا عايز أسأل سؤال أعمل إيه؟ أبدل الـ are بالـ you. يبقى are you hungry؟ يعني are you hungry؟ يعني هل أنت جوعان؟ طب أجاوب عليها بإيه؟ هنا بقى مش هنجيب نفس الإيه؟ الضمير اللي هو يو، لا، يو بتتحول لإيه؟ لـ I. يبقى yes أو no. yes أو إيه؟ أو no. yes يو تتحول لإيه؟ لـ I. يو تتحول لـ I، وطبعا ما دام تحولت يو لـ I يبقى هنجيب am عشان I بتاخد am. إنما يو بتاخد R، يبقى الإجابة بتاعت are you تبقى yes I am. yes I am. تمام؟ أو no I am not. no I am not. لا أنا مش جوعان. طب أنت مش جوعان، أنت إيه؟ أنت حران. يبقى I am hot. ممكن أقول yes I am hungry، نحط كلمة hungry كمان، ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش عادي. yes I am أو yes I am hungry. اوكي okay. الاثنين صح. شوف كده I am happy. أنا سعيد معناها إيه؟ معناها أنا مش حزين. يبقى I am not وأجيب هنا sad. I am happy أنا سعيد فرحان، معناها أنا لست حزين. not sad بتساوي happy. not sad بتساوي ايه؟ happy. يعني سعيد معناها مش حزين، حران معناها مش بردان، يبقى hot معناها not cold. hot معناها not cold. يبقى الصفة معناها عكس، بجيب not وعكس الصفة التانية. اوكي يعني انا hot عكس cold، يبقى حران معناها مش بردان. تمام؟ تعالوا نحل كام سؤال عشان نفهم أكثر. أول سؤال يقول Are you thirsty? Are you thirsty? هل أنت thirsty عطشان؟ الإجابة لا، أنا إيه؟ جوعان. يبقى أقول هنا إيه؟ أقول no. تمام، قلنا you هتتحول إيه؟ ل I، وبعدين I هتاخد am، وبعدين ايه كلمة no I am not. no I am not يبقى you تحولت ل I و R بقت am، وكلمة not عشان في هنا no يبقى no I am not، انا مش عطشان. طب انا ايه؟ انا جوعان. تقول ايه؟ I am hungry. يبقى no I am not I am hungry. No I am not I am hungry. هل أنت عطشان؟ لا أنا مش عطشان أنا جوعان. السؤال اللي بعده بيقول Are you sad؟ هل أنت حزين؟ الإجابة أيوة حزين. يبقى نقول إيه؟ نقول yes you تتحول ل I و R تتحول ل إيه؟ ل am. yes I am. okay. is he cold؟ هل هو بردان؟ الإجابة أيوة. يبقى نقول إيه؟ نقول yes وبعدين هي تنزل زي ما هي، وبعدين is تنزل ايه زي ما هي، نقلبهم بدل is he يبقى he is. يبقى yes he is. طب لو كانت no يبقى no he is not. تمام جميل. تعالوا بقى نحل all one out. بيقول اول واحدة goat hot cow. goat و cow معناها معزة وبقرة، التانية hot حران يبقى هي المختلفة. thirsty hungry lake
عطشان جوعان بحيرة. بحيرة يبقى دي هي الايه المختلف. pan cold happy. cold happy الاثنين صفات بمعنى بردان وسعيد، يبقى كلمة pan ألم هي الايه المختلف. تمام فهمتوا؟ انا عارف ان انتوا فين، فهمتوا الدرس كان سهل خالص. نكمل فقط حاجة بسيطة خالص. المحادثة دي بيقول ياسر بيتكلم بيقول you hungry؟ ده سؤال إجابته yes am. يبقى هنا تقول إيه are، عشان you بتاخد are، يبقى are you hungry؟ هل أنت جوعان؟ إجابته yes. you هتتحول لإيه؟ I. برافو عليك، يبقى yes I am. تمام. آخر حاجة unscrambled، كلمة حزين معناها إيه؟ معناها sad اللي هي S A D. كلمة يشعر بالبرد أو بردان اللي هي كلمة cold يبقى C O L D. كلمة سعيد معناها happy يبقى H A double B Y. تمام كده، يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا. انا عارف هو كان فيه حاجات كتير بس جميل وسهل، يا ريت يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت نعمل اشتراك في القناة، ندوس على زر الاشتراك هنا وندوس على زر الجرس علشان يجي لنا الفيديوهات على طول، ونعمل لايك للقناة وشير لأصحابنا علشان هم كمان يعرفوا القناة ويشتركوا فيها ويستفيدوا زينا. أشوفكم في درس جديد مع مستر نسيم والإنجليش. باي باي.